صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. قد حلو نرجع على وطننا، خاصة انه نحن اخترنا نبقى فيه، ما رح نتركه. ولكن نتأسف نحن كمواطنين واعيين ومثقفين انه نشوف انه كل واحد فاتح دولة على حسابه، حتى نفتح دولة المثقفين والمفكرين، بلكي نقدر نوصل لحل لهالوطن اللي عن جد عم نزعل انه عم بيرجع هالقد لورا. وقدام ننبسط انه في كتاب خلقوا برات لبنان واختاروا انه يرجعوا، مش بس يرجعوا ولكن كمان يكتبوا كتب رائعة، وهن بعمر صغير وعم بيعطونا نصايح يمكن الكبار والمسؤولين لازم يقرون وياخذون بعين الاعتبار. بحب رحب اليوم بفقرة كتاب بالكاتب جورج يعقوب. اهلا وسهلا فيك. اهلا، كيفك؟ الحمد لله. جورج، ثلاث كتب رح نحكي عنهم اليوم. اوكي. كتبك حلوين باللغة الانجليزية، بتعطي على طول افكار هيك عميقة عن الموضوع. حضرتك خلقت باليونان. ايه صح، خلقت باليونان. وسنة 1992 قررت انك ترجع. هالعائلة رجعت او انت لوحدك حبيت ترجع؟ لا، نحن كلنا رجعنا من اليونان. نعم. سافرنا اول شيء كرمال الحرب. نعم. وخلصت ال تندم على هالرجعة، خاصة يمكن اليوم الظروف بتخليك ترجع؟ ما بعرف، مرات بندم لانه كنت حب اعيش هون، كنت تعودت انه كل طفولتي كان هونيك، و ما بعرف تعودت. نعم. بس كمان لا، ما بندم كثير لانه العيشه هون بلبنان المجتمع هي اللي خلتك تكتب كمان. ايه كمان، انه علمتني كثير. نعم. فما بندم، يعني ما بندم. نعم. على شيء اكيد ما حدا لازم يندم. نعم. على شيء اصلا. ولازم يثابر للامام. رح اعرف المشاهدين على حضرتك. جورج يعقوب من مواليد اليونان سنه 1983، ومثل ما قلت رجع الى لبنان سنه 1992، وتخرج من جامعه ال اي يو بالكوميونيكيشن ارتس، وتخصصت بالاذاعه والتلفزيون واخراج الافلام. وحضرتك درست كمان فتره طويله بمدرسه بلبنان. صح. واصدرت بسنتين ثلاث كتب رح نحكي عنهم اليوم. هارا لاند، ماي تروث، ماي امبرس ياسمين، اللي اصدرتهم سنه 2010 و2011. رح ابدا بسؤال هيك شوي عام. جورج، بنلاحظ انه برواياتك اللي هن هارا لاند وماي امبرس ياسمين، وبكتابك اللي فيه اشعار وخواطر، على طول في جورج، يعني عندك عم تحكي عن حالك وعن نفسك، ومثل كانه عن تجاربك اكيد الشخصيه، وكان عمرك فوق ال 70 80 سنه، يعني عم بتعطينا خبرتك وانت بعدك صغير. خبرنا عن هالموضوع. انا عندي بالكتاب ماي تروث بحط خبرتي فيها، بس سميتها ماي تروث لانه حقيقتي، يعني يمكن حقيقتك تكون غير حقيقتي، ما في شك. فما حطيت ذا تروث مثلا، حطيت ماي تروث. هلا بهالكتاب بكتب عن العلاقة، السكيزوفرينيا، الاو سي دي، الوعي. نعم. كمان مواضيع يعني شوي دقيقة، اوريجينال شوي. ايه، وما حدا تطرق لها. ايه كثير مزبوط انه بتدخل بعالم النفس. ليه حبيت تحكي عن السكيزوفرينيا؟ او اكيد السكيزوفرينيا هي يكون واحد عنده شخصيتين. لا، هيداك سكيزوفرينيا. ايه، سكيزوفرينيا يعني بلا يكون عنده شخصيتين، انه يكون عايش بالدنيا تبعه، هذا سكيزوفرينيا. نعم. هيداك دبل بيرسوناليتي، بيكون عنده اثنين. من بعد السكيزوفرينيا بتجي الدبل بيرسوناليتي. بس السكيزوفرينيا هي يكون انسان عايش بحقيقه او بعالم. ايه. منا مضبوطه، مش هو مزبوطة. اخترعها. ايه صح. وبيرجع بيوعى ايام على الحقيقه على الواقع، من هيك بتصير. ايه. عنده نوع من الشخصيتين، يعني في شخصيتين بس ضعيفه، انه خفيفه، مش مثل الدبل بيرسوناليتي. نعم. وليش عن هالموضوع؟ انه انا وصغير كان دائما عندي التامل
العالم وتأمل كل شيء عم يصير حولي وكنت ولاحظت انه اكترية العالم عايشين بالدنيا طبعا، يعني عندك في عالم بيحبوا يوصلوا على هدف بالحياة، ما في شك، في عالم عندهم هوس يكونوا شيء مشهورين، في كل واحد عنده هدف، يمكن هدف يعني عند كل واحد انه عايش عايش يعني من المجتمع بتجي كل العلم من المجتمع اوكي يمكن شوي بعرف بدقيق لا تفضل فيك فيك تقول لهم مثلا ما في بروبلم مثلا اذا واحد بده يوصل بالحياه نعم يتعلمها من المجتمع مثلا بس بيصير بالدنيا تبعه بيصير ينقص ما يوصل بيصير يخاف بيصير أكيد. بيصير نيرفس اكسبكتيشنز بلا 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 أكيد. بيصير يعيش بالدنيا تبعه يعني وزاد الشيء كمان بال وهيدا الخوف اكيد بيخليه يبني يمكن يبني عدد من الحيطان قبل ما يوصل على بده اياه وهواجس هاو يمكن ما تكون موجوده بس موجوده هو في كله بالراس بالسيكولوجي يعني قد ايه مهم واحد يكون عنده الثقه هذا اكزامبل الثقه لا انه يكون واعي على انه اللي عم يصير ما يضيع حياته هيك على الفاضي نعم يعني طيب كان عندي ايه تامل يعني انا صغير كان عندي مرات حس بالزعل كثير كمان والزعل يطلع لي عن الجلد تحكي عن انه واحد يحس حاله هو مذنب ليه هالشعور دائما بكل الكتب موجوده عندك نعم تلعب دور كثير كبير بالحياه وكل يوم نحن بنعيشه كمان لانه الذنب بحس خبرتي انا يعني الذنب مشكله السكيزوفرينيا نعم كمان يعني اذا بتشيل الذنب بيروح السكيزوفرينيا ما بيعود عندك والاو سي دي كمان نعم هذا انا شخصيا انا هذا الهوس الهوس يعني بس انت ما بتعتقد انه كل انسان عنده نوع من الهوس اكيد ما يوصل اللي هو بيخليه كمان يسيطر على مخاوف ممكن يكون عنده اياها يعني الهوس فينا نقول in the good sense ايه مش الهوس اللي بيوصل الى الاوبسيشن ما بعرف الاوبسيشن كله انا ما بحبه نعم بس اذا انت حابب توصل على شيء وحاطه هدف كثير قوي كثير مهم طالما عم تاذي غيرك تتوصل ايه اكيد مظبوط هلا هون بس كمان بيروح السنسيتيفيتي تبع الانسان بس يكون عنده تارجت وبس بده يوصل على شيء ما بقعد واقف بيصير اعمى وما بقعد عرفت شو يعني كمان في نوع من مزبوط. بس مش هذا اكزامبل صغير يعني في كمان غير ما في شك اللي عجبني انك كمان بتحكي عن البوليتكس اكيد بتتناول بتتناول المجتمع بتتناول الحب بتتناول كمان التطرف بتتناول امور كثير مهمه بماي تروث وكثير فينا نتعلم منها وكثير قريبه على حقيقتنا معقول كثير تلاقي نسبه كبيره من القراء يكونوا جورج بيفهموك وبيفكروا مثلك بوليتكس ذا ماستر اوف بوليتكس بتقول ان امبلوير هو از كومفورت to be with never goes into details and is never aware of details. He's loyal, he's positive, never a fuss, never a nag. It's all good. He works for a known and great politician and as well a good friend of his. The employer's presence makes the politician feel as good as a drug and that calms you down until one day the employer becomes the great politician and the politician becomes the employer. يعني انت تعتبر انه هالحلقة السياسية بتتغير معقول السياسي المسؤول يصير هو بيشتغل عند اللي كان عنده صار هو مسؤول ايه يعني هو هذا اللي بيشتغل عند السياسي بتحس انه كأنه هالعلاقة مثل ادمان وهذا منلاقيه كتير انه العلاقة انت بتعتبرها نوعا ما ادمان ادمان كله ادمان ليه كله ادمان كله انه ادمان على عندك عالم ادمان على المخدرات عندك عالم ادمانين على العلاقه الجنسيه على صح عندهم على طول شيء بيروحوا على التطرف بس العالم كمان مثلا اذا في شيء شاب مثلا وفي شيء بنت مثلا ضل تحسسه انه هو شيء لطيف وبتحسس الايجو تبعه بتكبر له الايجو تبعه نعم. يعني بتعمله بولش للايجو تبعه نعم.
اكيد راح يكون مرتاح مبسوط بحب هالشيء. هذا في كمان يعني انت فكرك انه اللي بيكونوا لاحقين سياسه ما بضل عم ببخروا وعم ببيضوا معه بينبسط ايه بفكر حاله شيء كبير. نعم وهيدا اللي عنده شيء بنشوفه هون بنرجع بندفع حقه غالي بلبنان. بحارة لاند كتابك روايتك الاولى بنحس انه في البطل هو رجال بيوصل على هالمنطقه اسمها هارا لاند وما بيعرف كيف وصل ولكن على طول كمان بيتعرف على صبيه دونك على طول في علاقه حب صح وفي رمز كمان سيمبوليك ثينك انه واحد يوصل على محل ما بيعرف كيف وصل له بس بعدين بيعرف انه تعلم منه كثير صح ليه قد ايه بتامن انت انه بواحد يكون انه مش الهازارد اخده هو المفروض يكون بهالمحل ما فهمت سؤالك يعني انت هيدا وصل على هيدا المحل ما عرف ما عرف كيف وصل ولكن اكيد كان لازم يوصل على هالمحل يتقدم ويتطور لانه تعلم شيء من هالمحل وتعرف على البنات وصار في تنافس بينه وبين رجال تاني بس انت بتامن انه وصل هيك على هالمحل او بتامن انه هو لازم كان يكون بهالمحل لا كان في سبب السبب وصلته على هالمحل كان في سبب ووصل على هالمحل وما ما 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 نعرف انه كيف وصل على هالمحل بس اكيد اذا بدي اقول لك السبب يعني لا بكون عم بقول كل الكتاب بس ليش هيدا المحل اللي وصله على التجربه اللي هو ما كان في يكون هو وين هو عايش يوصل على هالتجربه اللي وصلها باخر الكتاب وصل يعني الى ما يرمز هيدا المحل اللي هو راح عليه ووصل له ما بيعرف كيف يعني it's symbolic yeah, symbolic بعرفك انه okay, وصل بس انه تعبر بالعربي كيف تعبر كيف وصل على المحل هو ما بيعرف ابدا كيف وصل and it was meant to be it was meant to be I don't know if it was meant to be sometimes I don't believe in what's meant to be بس psychologically maybe but I know if I tell you I'll be telling you about the whole story of I don't want to I but can, this is your first book and this is my first book وفتح لك مجال انك تكتب بسنتين ثلاث كتب وهلا عم تعمل كتابك الرابع اسمه The Ultimate Secret The Ultimate Secret book عم نرجع نحكي عنه اكيد بكتاب وروحانيات وهون منلاحظ كمان بهارا لاند في شوية روحانيات بشو بتآمن وبمن بتآمن وقد ايه ايمانك بخليك بيفتح لك مجال بالكتابة جورج بآمن بحالي أكيد أول شيء ومرات ما بآمن يعني حسب بس أكيد إنه بآمن بالله أكيد ما في شك بآمن بالله لأنه أهلي هيك هيك ربي نعم منك مقتنع يعني ولا مرة فكرت إنك تشاور نفسك من حول هال ما بعرف بقول مرات إذا ما في الله يعني أكيد في شيء حدا بالدنيا او الدنيا فيك تسميه الدنيا فيك تسميه الحياة انه في شيء يعني بس انه انا بسميه الله يعني نعم اكيد يمكن نعم. الكون هو الله هيك يعني اذا بالسبيريتشواليتي بيقولوا لك الكون the universe is God فانا بسميه God of course هو okay. God هو الخالق the creator بس اذا بدي افكر الله مين خلق الله ومين هذا بصير بفلسفي نعم ما بحب فوت فيه ما بتحب بتضلك بتحب تكون بعلم النفس اكثر لاحظ طب هل تقرا كثير عن علم النفس؟ ايه بقرا كثير تقرا كثير بنلاحظ بهالشيء بالكتب بقرا عن فرويد بقرا سبيريتشواليتيز نعم بقرا مثل روحانيات وهيك نعم سيكولوج اكثر شيء المشاكل من الاهل بيجوا نعم من التربية كل المشاكل من الاهل ما في شك من واحد هو صغير من طفولته من طفولته فانا بالكتاب الرابع The Ultimate Secret بحكي انه واحد كيف يطلع فوق المايند نعم كيف يتامل الراس نعم حلو بس اكيد بيستعملوا هو حالي نبيل حتى انت عم تحكيني هلا بحسك عايش هيك اذا فينا نقول بعالمك وب يعني هذا احساس يمكن المشاهدين ما عم بحسوه منهم معنا على الطاوله ولكن حتى انا عم بحكي معك حسيتك هيك بعالم
رواء كثير يمكن. ايه رواء وغير بالعكس هذا شيء يمكن عاوزه تكتب بهالسرعة وكتب. ايه لما بقعد وحدي كثير بكتب وهيك ف مشان نعم. مع انه انت اليوم كمان بتشتغل بمجال الصحافة. بشتغل مجلة اسمها Why Not Magazine. نعم هي للشباب. للشباب شبابية المجلة كثير. اخر رواية لك My Empress. My Empress ياسمين. اولا بتوقف على العنوان انه My Empress My Princess وياسمين. هل ياسمين هي فتاة عن جد بتحبها او حبيتها او هي بترمز لكل فتاة ممكن تحبها او حبيتها او ممكن اي رجل يحبها؟ اي رجل يحبها بفتكر بس انه هي نقية ياسمين انا بحب اسم ياسمين. وبتلبق الكاركتير ياسمين. شو هو كاركتير ياسمين؟ كاركتير ياسمين هيك نعمة كتير. بس نعمة كتير. يعني كل شاب بحب ينغنم بهيك بنت. شو هي اليوم الفتاة اللي تعتبرها انت ممكن تنغرم فيها او اي شاب بعمرك يحب شو اليوم شو ناقص يعني شو بتحب البنت اللبنانية وينك عم تلاقيه او عم بتلاقيه ما عم تلاقيه شو ليه شو ناقص اليوم للمش بالمجتمع للفتاة اللبنانية انه personally كل شاب ناقصه بنت تكون مثلا مهضومة فكر انا مثلا بحب البنت تكون مهضومه كثير قريبه يعني مهضومه بريئه ويكون عندها فكر انسنس بس ما بحب البنت مثلا اذا بحب كل البنات اول شيء بس مش انه ما بحب بس انا لالي بحب البنت تكون مهضومه كثير وهذا الشيء مش عم بتلاقيه اليوم بالمجتمع اللبناني يعني شو ناقصهم بنات مش متواضعين مش لا انا بلاقي بس الناقص للمجتمع انه يكونوا اكثر يكونوا ناعمين اكثر يعني اليوم عم تشوف المراه قويه صحيح المراه هي انه عاده من زمان الشاب كان بيكون مسيطر هالايام البنات مسيطره على الشاب ليك انا مش زعلانه من هال لا بس حلو يكون في اثنين ضلنا نحافظ على انوثتها ويضلوا في اكيد لا تكون حالها يعني بتكون حالة بس مش انه لا اكيد كثرة القوة عند المرأة مثل قلتها يعني لازم ما حد يعرف يحافظ عليها يعني اليوم بتجي بنت انا مثلا بتجي بتحركش فيه لحقتني هي بهرب يعني انه تكون شاب هيدي مش بنت فهمت ما بتحب البنت الوقحة بحب تكون يعني بنت يعني تكون باليونان مغيرين المجتمع مغير يعني لا ذات الشيء مثل لبنان المجتمع بلبنان ذات الشيء ذات الكولتشر وذات الشيء طيب خلينا نرجع على ماي امبرس ياسمين اللي بتحكي عن قصه حب واكثر شيء بتحكي عن علاقه يعني قد ايه واحد ممكن يتعلق بشخص صح كمان هم بتحكي عن نوع من الادمان بيتعرف على ياسمين ادوار وبيحبها هيك بينبسط معها بعد جمعتين بتقول له انا طالع على الجبل بتتركه وبحس قد ايه هو مشتاق لها بجرب يحكيها مسكر خطه صح وهون كل العلاقه بتنحكى واكيد الحلو كثير انه بنقرا كل الكتاب مفكرين حالنا انه نحن عارفين القصه وبالاخر ببين انه هالفتاة يمكن تكون فتاة يمكن تكون شيء ممكن نتعلق فيه بتلاقي الإنسان ضروري يتعلق بشيء بحياته طي يستمر ما أفتكر لا العلاقة الواحد الإنسان يتعلق بشيء ليه كل كتبك عن العلاقات وعن الإدمان وعن الأشياء اللي بتضلها توجع لنا راسنا وقلبنا لأنه كل يوم هيك كل يوم إنه كل يوم عم بتصير كل يوم انه يعني ضروري it's important to have always a relationship it's not a relationship is important but not attachment I don't انت عم تحكي عنه addiction, يعني addiction في فرق بين الادمان والحب عرفتي شو في يعني واحد مثلا اذا متعلق بالمخدرات القمار اكيد الاشياء مش منيحه عرفتي شو كلها اخر شيء بترجع مدمن ترجع على ذات البوينت مدمن ما في شك ولكن شو. الحب هو علاقه حلوه وفيها حريه فيها انه تفسر لك اياها معلش بحب شخص اوكي بحب الشخص لانه
بحب الشخص يعني اذا تركتني ضل حبه، ما فيها الكره، مش انه عايز انه مش بالزبط. مش قادر تعيش بدونه. اكيد بتتمنى تعيش معه، بس اذا عشت بدونه بتضلك بس عندك. انا عندي هدف انه اوصل اكون بحب الكل، بحب كل شيء وبحب كل شيء. ما عندك كره؟ بس عندي كره شوي للادمان هذا. لا مش للادمان، لا لشو؟ للسياسيين. للسياسيين ما بعرف، بس بجرب قد ما في حب، بس ما بقدر. شو بعمل؟ لازم بكتابك الجديد تحكي كيف صار في بلبنان ادمان عن انا حكي اون بوليتيكال، كثير صفحات عن السياسيين صح وحلوين كثير. ما بعرف، ما بحبهم كثير. معك حق، لانه بهالحاله بدمي يعني، عرفتي شو؟ ما بعرف بدي خبرك ليه، لانه نحن صرنا بالمجتمع اللبناني لسوء الحظ السياسي هي اللي عم يعني it controls everything. هي اللي اختتنا حياتنا وراسنا وكل شيء، يعني ما عم نقدر نستمر بحياتنا اليوميه الاجتماعيه، شغلنا عملنا كله حسب شو عم بيصير اليوم بالبلد، شو عم بيصير. يعني اكيد معك حق، وعلى كل حال برافو انه عم تقدر تستمر بالكتابه جورج، وان شاء الله موفق بكتابك الرابع. نرجع نستضيفك بكتاب. ثانك يو جورج. مشاهدينا الكرام، نتمنى ايام اجمل من هيك، وان شاء الله الحلول السلميه والحوار يوصل الى الامان والسلام، هذا اللي نتمنيه. انا برجع بشوفكم نهار السبت، وهلا بنبقى مع زميلتي كاتيا.